فيتامين سي دكتور ريشا. السيرم ده نسبة الفيتامين فيه قليلة جدا، بس السيرم ده انا بحبه جدا. هقول لكم دلوقتي انا بحبه ليه. لو انت حد عندك تصبغات كتير او بتعاني من تصبغات الشمس وعايزة حاجة قوية من فيتامين سي، السيرم ده مش هينفع معاكي. بس لو انت حد لسه بنوتة صغيرة ويدور على نوع سيرم حلو وكويس ويكون سعره قليل، فالسيرم ده هيبقى حلو جدا معاكي. لو انت حد بيدور على نضارة، فالسيرم ده برشحهولك جدا. السيرم بيدي نضارة حلوة جدا للبشرة. استخدميه بالليل قبل ما بتنامي من نقطة لأربع نقط، بتقومي الصبح تحسي فعلا في نضارة في بشرتك. السيرم ده نسبة هيالورونيك أسيد حلوة جدا، فالهيالورونيك أسيد ده لو انت حد بيعاني من شحوب البشرة أو عدم نضارة البشرة، فالسيرم ده هيبقى حلو جدا معاكي، لأن هيديكي ترطيب حلو جدا ونضارة للبشرة. هتحطي بالليل منه من نقطة لأربع نقط، فهيديكي نضارة حلوة جدا الصبح. البنات الصغننه اللي كانت بتسالني دايما عايزه حاجه بسعره بسيط وفي نفس الوقت تديها نضاره وتديها وتشيل شحوب البشره، فالسيرم ده حلو جدا في الحكايه دي. هيشيل معاكي شحوب البشره وهيديكي نضاره حلوه جدا لبشرتك.